يرغب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. سموني وحش الفلا واسمي سيف دو يزن، رموني أهلي للخلا وحمان الخالق الرحمن. الأزلية. يدا يزن يا همام التحي يا وسلام، يدا يزن يا همام التحي يا وسلام من صاحب الحسام. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات الإذاعية المغربية. الأزلية مسلسل في حلقات يكتبه ويخرجه محمد حسن الجندي. يدا يزن يا همام ألف تحية وسلام، يدا يزن يا همام ألف تحية وسلام، يدا يزن يا همام ألف تحية كنعتذر الإخوان والأخوات المستمعين على ربع ساعة اللي ضيعناهم فيها، أو بالأحرى اللي ضيعهم فيها كاتب المسلسل ومخرجها محمد حسن الجندي لأسباب كانت قاهرة، فمعذرة. غادي نذكروا الحلقة الفايتة. دو يزن خليناه مع المضحك اللي لقاه في باب مدينة يثرب. بدر دائما عند الحكماء أشقة إبليس السقرديون والسقرديس. مصر هرب من أمه منية النفوس وطلع يتفرج على المعارك. البطل ميمون الهشام صاهر على كل الترتيبات لتنجح جيش المؤمنين. سعدام فارح وضاحك بالانتصار على جيش حمراء اليمن. الحكيمة عاقلة وبرنوخ كيستعدوا للتدخل في هذه المعارك لمساعدة المؤمنين. النتيجة ما زال ما تعرفات. أشنو كان من أمر عاقلة وبرنوخ؟ هذا ما غادي نعرفه أيها الأعزاء في هذه الحلقة من المسلسل الشيق الأزلية. الخطة ديالي يا سيدتي عاقلة هي أولا استعمال باب التجميد نجمد قوم الصمصام. أنت ناسي باللي الصمصام معاه أعظم حكماء هذا الزمان. بمجرد ما أنت تستعمل باب التجميد إلا وحكماء الصمصام يعملوا باب الإبطال. وشنو المعمور يا سيدتي؟ اسمع يا برنوخ، انت تبارك الله عليك كبرتي في جبل الصحارى والفج العميق ومازال ما عرفتي والو. انا غادي نوريك اشنو خص قوم الصمصام. انا عمرني ما قلت انا اعرف منك ولا اعظم منك يا الحكيمة عاقلة، وضحي لي. والن يا برنوخ، هذا القومان عددهم فوق عدد الجرد، ما ينفع معهم إلا باب النار. أنا وجميع خدامي غادي نفتحوا هذا الباب، ولما الصحراء اللي مع الصمصامي بطلوه نعاودوا نفتحوا أبواب. أنا تحت الأمر ديالك يا سيدتي، إلا كان هذا هو اللي قرر عليه قرارك أنا رهن إشارتك. كيبان هذا هو الصواب يا ولادي برنوخ. اللي تشوفه مناسب في نظرك يا سيدتي هو الصواب يا سيدة الحكماء. يا الله علينا باب النيران يا برنوخ. جيبوا خنزير المعتقل. حاضر يا سيدي. انا لازم نعرف من هاد العباد الحقيره شنو هو السر اللي جعل دو يزن ما يظهرش في الميدان، وهذا اسبوع احنا معاهم في القتال. قربوا. ها هو السجين يا سيدي. قل لي يا طنجير، فين هو حكيمكم اللي اسمه دو يزن؟ وشنو هو السر اللي جعلوه ما بانش في الميدان؟ ها؟ انا لازم نخاف على نفسه ودفعكم للموت. اقطع لسانك ولا تجبد سيادك يا عدو الله. ويلك يا اسود. خليه. جاوب يا سعدو، فين هو دو يزن؟ علاش مازال ما بان في الميدان؟ لو كان موجود هنا ما كانت جيوش قتات توقف في الميدان هاد المده كلها. يعني هو غايب كالعادة؟ لاش كمشي يخطف بنت ناس عظماء ويجيبها يقتلها كيف فعل مع بنتي ناهد؟ بنتك ما قتلهاش،
اللي كان سبب موت بنتك هي قمرية المخزية اللي دفعتك لهذا الحرب. الحرب هو شرفي وروح بنتي ناهد اللي دهبت ضحية في الأرض هنا في حمراء اليمن سل دم بنتي، وأنا أقسم حتى نسيل فيها دماء كل سكانة ولا رأسهم إلا عين دو يزن. ويلك يا عدو الله، مفتني لا عين من خيرك. أسكت يا طويل اللسان. مولاي تسمح نطير رأس هذا الوقت بسيفي؟ خليه من بعد يا قائد. قل لي يا سعدو، وفين غايب الآن دو يزن؟ عندك يبلغ بك الغرور أنك تعرف مني الأسرار. أنا فارس وعمري ما كنت جبان أمام الرجال. فارس مكبل أمامي يا ندل. عالو كان قبطوني بسنك خطار وبالخضر ضرب النبال، أنا مكبل مجروح. على كل ما بغيت دو يزن، لما يكون هنا غادي تشوفه وغادي تقرا السلام على روحك. ويلك يا طنجير، أنا جيد عليك بالحياة ونخليك أمامي وانت نسالك طويل جربك للهلاك. خذوه خذوه يا طنجير القوت، وأمام جميع الفرسان قتلوه. خذوه زيد. أعداء الله مخرجين سعدون في هذه الحالة، مكبلينه من رجليه وربطينه مع حصان. ويلكم، ناويين يقتلوه بهذه الكيفية. الله أكبر الله أكبر الله النار. جميع من لمسهم شعب كيسقط الأرض. ويلهم، هذه لازم أعمال الصحراء علي بالحكماء اللي جاوا معنا. برنوخ، هذه هي الوجبة. سير فوق زير النحاس طاير واخطف سعدون، الأعداء النار هازمهم. حاضر يا سيدتي بسرعة، أنا سعدون نخدم بيدين الأعداء. يا سلام عليكم يا جاريات يا فاتنات يا ساحرات. مالك يا دلق؟ انا مقلق شي شويه من هذا الشيء. ها أيه؟ كيف تقلق وحنا يا فهد النعيم دايرين بنا هذا الجوار الحسان؟ وهذا هو اللي زاد قلقني وقلق راحتي. ايه علاش؟ ما فهمت والو. انا وياك كنا صيادة كنبحثوا على قوتنا في الغابة وكنعرفوا ونشوفوا ولما كنرجعوا لمنازلنا كنحسوا بالسعادة والسرور والراحة عبات وفرح. نعم نعم، شنو هو الشيء اللي كيتغير؟ الضحك ليل ونهار، حتى قرجتي عيا وكلهم اكترت الضحك وجنابي تسلط عليهم الصداع. آه يا بني آدم، الحظ كيميل لكم ويبعدكم من البؤس والفقر، كتردوا على الجميل بالنكرة. نسيتي يا دلقم النحس اللي كنتي فيه مع مراتك؟ نسيتي البكاء ديالك بآلام الجوع؟ لا لا. ونسيتي آلام الغابات؟ نسيتي الليالي اللي كنرجعوا من الغابة بلا فائدة؟ لا لا واي يا دلقم، عليك ألف لعنة يا ناكر نعام. لا واي لا. اسكت، قوموا بعد من جنبي وإلا الأمر عيروض يديك عند مراتك. دابا دابا دابا. لا 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 خويا، شوف لا يا علقم لا، قل له يلوحني في التلت الخالي أو في غابة بالوحوش، ولا تخليه يوصلني عند مراتي. نوض بعد مني يالله نوض. هرس خلقتي لي راحتي. هوا يا راقصات يا جاريات يا حسان، رقصوا 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 وغنيوا. يا سكان مدينة يثرب، أنا شاكر لكم معكم وكل ما قدمتم في هذه المدة اللي قضيت معكم، والآن
شاءت عناية الله نودعكم وقلبي مطمئن على هذه المدينة اللي حبها الله واختارها وملئها كلها بالمؤمنين بالله. أنتم خدام وأصدقاء بويا وزير بويا العظيم يثريب، اعتبروني دائما مناصر وحامية وحليف ومساعد على كل عدوان. التحية والتعظيم مولانا المفاهم سيد الوزن. يا سيدي والله الفراق معاك النفس كرهاه ولا الروح حباه. كان لازم يا سيد البلاد. احنا غادي نرفقوك حتى الأسوار المدينة ترديد كلمة الله. شكرا على هاد العناية. وإلا تحب يا سيدي خذ ما يرضيك من الفرسان والرجال، هادو رجال بوك وهادي أرض وزير بوك يثرب. لا أبدا يا سيدي، بارك وكفاية الزاد اللي خديت والتياب اللي بها التكسيت. لكن أنا أسمع. والآن يا شقيقي السقرديس، العبيد واجدين وكل ما نحتاجه معنا. على بركة زحال نقصد الجبال الحمر، وهناك نختفي ببدر حتى يكبر، لا حد شافني ولا تبين أوصافي. المهم يا شقيقي هو نحق مبان في الرمل، هذا الغلام يحاربوه طاغية دو يزن. هذا غلام ضمر ولد الحاكم عمر يا سيد الحاكم. أهلا أهلا بالبطل الصغير ضمر ولد عمر. أهلا أهلا بخادم زحل الطايع. أهلا أهلا. حياكم زحل يا حكماء الزمان. أجي قرب جنبي يا عزيزي دمار. أش سمعت باللي احنا مسافرين، واش يمكن نعرف لين يا سيدي؟ نعم يا دمار، احنا مسافرين باش نهربوك من هذا المكان. وعلاش تهربوني من هذا المكان؟ يا ولدي، لأن الأعداء اللي قتلوا بوك عمر ما زال ناويين يقتلوك حتى انت. كيفاش؟ نعم، المجرمين اللي قتلوا بوك هما أعداء زحل، وإلا احنا خليناك هنا غادي يمكن يقتلوك ويعملوا بيك كيف عملوا ببوك. وعلاش قتلوا بويا هاد الأعداء؟ لأنه كان مخرس لزحل، خادم لخدامه، مدافع على تعاليمه، ولهذا انت لازم تطلع مثل بوك وتاخد تأر بوك. بوك يا دمر. وفين غادي نمشيو؟ لا غنمشيو للجبال الحمر يا ولدي. جبال حمر؟ مكان بعيد وما يمكن يعرفنا فيه حتى إنسان، وحتى السحرة ما يظهر لهم والو في الرمل، لأن الجبال الحمر محصنة محررة من الأسحار. أنا جاهز. وأنا جاهز. وحتى أنا جاهز. على بركة زحل. أشنو المعمول يا حكماء؟ عملوا كل ما في جهدكم توقفوا هذه المشاهد النيران اللي كتحرق فرساني. يا سيدي الصمصان، هاد المشاهب والنيران كيظهر ويبان بعد التعزام والرمل ونتائج الأقلام. هاد الأعمال الكاهنة من أكبر الكهان اسمها عاقلة، ومعها ساحر جبار من جبال النار اسمه برنوخ. ما كيهمني لا عاقلة ولا برنوخ، أنا بغيت منكم تخوضوا هاد المشاهب بالنيران اللي قهرات كل ما عندي من فرسان. يا مولاي الصمصان، ما بدينا ما نعمل، الحل الوحيد اللي كاين وإحنا نسلطوا عليهم مشاهب ونيران مثل مشاهبهم. في الوقت اللي رجالنا كيتحرقوا يتحرقوا كذلك رجالهم. وشنو كتنتظروا؟ بسرعة سيدي السمسام. سيدي السمسام، مالك يا رجل؟ ساعدوا المعتقل، خطفوه الملاعين. ويلكم ما قتلتوش؟ كنا عازمين على قتله يا مولاي، فدا بساحر راكب زير نحاس خطفه من بين يدينا. ويلكم يا حكماء، سامعين علاش أنا جايبكم؟ جاوبوا، واش باش تتفرجوا في المعارك؟ غربوا من امامي وشوفوا شغلكم. اختي شمع. نعم يا اختي منيا، قاروا الكهان زياده على جيشهم اللي بالنار، ولا استمروا على هذا الحال يمكن يفنيونا. يا ريت، انا الحياه بعد ما ضاع مني ولدي ما كتهمنيش. لا يا سيدتي، خلي املك كبير في الله وعيشي معنا في الواقع، احنا لازم نوجدوا حل. وشنو هو هذا الحل يا منيا؟ اسمعي، انا لما نلبس توبي ديال الريش المطلسم ما يقد حتى فارس يقارني، غادي نحاول نخرج نساعد الرجال. لا لا يا مونيا، خليك من توبك ديال الريش المطلسم، هاد التوب سوابو كانت بزاف المصائب، لولا مهروبك لديار بوك
ما كان ديوزان غادر حمراء اليمن. لا تخافي يا سيدتي، من قبل كانت الأرصاد حيطة بمدينة بويا قاسم العبوس، أما الآن ديوزان كسرهم كلهم، ولا خوف عليا لما نلبست هاد. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات إذاعية المغربية. زيد بل الحصان وقف يا مولاي. ما عرفت شنو به. زيد 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 حتى ديالي وقف يا زيدي، ما عرفت مالو. يمكن عياو عياو ومن احنا معينا العجب. زيد يا حصان زيد، عندك يا مبسط، عندك بعد بعد. الله اشنو هذا يا سيدي؟ عندك هذه الارض كتحلو النيران خارجه منها بعد. يا ستار يا حفيد يا سيدي خليني نرجع في حالتي لمدينة تريف. ارجع تبعني وسكوت يا مبسط، تبعني. مصيبه. شوف الجبال كيف كتدوب وكلها نيران. ما نكونوش غلطنا يا سيدي، وبدل ما نقبضوا طريق حمراء اليمن قصدنا جهنم. كف على الكلام الفارغ يا مبسط. نعم يا سيدي اسكت، ما بقيش نتكلم. الحقيقه موقف بحال هذا جميع من شافو ما كيخصوش باقي يتكلم ولا يطلع ليه الكلام، لانه مرعب متعب من غرائب الأمور اللي شفت عينيا في هذا الزمن. كيف الواحد يمكن لي يشوف منظر بحال هذا وباقي يقدر يتكلم؟ أنا ما باقي قدر نتكلم. قلت لك كف على الكلام يا هذا الطرطار. طرطار؟ نفس اللي كان كيقول لي أبا ملي كنت باقي دري صغير قبل ما نرجع راجل ونولي بعقلي ورزين. العفو يا مولاي نسيت، قلتي لي نكف عني الكلام. صافي انا غادي نكف عني الكلام. غريب. غريب كي وصلنا الحمراء اليمن هو هذا لدوبة النار، وما علينا الان الا ندوزوا من المكان غير ندوزوا. يا سيدي نبعدوا من هذا المكان العار. يا سيدي نبعدوا من هذا المكان، انا ما عندي شي معده من الموت بالنار. انا كنكره نموت بالنار. تبعني ونقص من هراجك يا مبسط. ما كرهتش نسكت يا سيدي، لكن اش نعمل، انا رجل مهدر ومبسط اعمر بالمضحكات. عملت مصيبه لما جبتك معايا يا هذا المهدر. تبعني وسكت قلت لك. مالك ولدي مصر؟ مالك مازال كتسولني يا اما؟ ما كفاكش الشي اللي عملوه لاعداء الرجال؟ لو كنت فارس مثلهم حامل السيف وراكب حصان كنت نضرب في رقابهم حتى نغطي حصاني بدمهم. دابا تكبر يا ولدي. يمتى نكبر حتى يقتلونا جميعا هاد الاعداء؟ عادنا نكبر نود يا ولدي. الليل 12 ولازم ليك ترتاح وتنعس. ما جاني نوم يا أمه، أنا عقلي كله في الشيء اللي شفته في ميدان المعركة. وهذا على شيء ولدي، أنا منعتك في البداية ما تشوفش المعارك. يلا دابا يجيبوك ديوزان وينتقم. بويا فين هو بويا؟ وكيف يمكن يرجع بعد هاد المدة الطويلة كلها؟ لازم يرجع. نوت ناس. قلت لك يا أمه ما جاني نوم. أنا نساعدك يا ولدي حتى تنعس. أجي هادي ركبتي والسدا. يلا ولدي لا تبكي يا عيني، لا تبكي. مصر يا مصر يا ولدي، نام يا سعدي ويا كبدي، لا يهمك سما
يجي ويخطر بطلو ويهزم اللي علينا صلو. غدا تكبر يا مصر ولدي وفي الميدان تصبح بحلو. نام يا سعدي ويا كبدي نام يا مصر يا ولدي. نام يا سعدي ويا كبدي نام يا مصر يا ولدي. نام يا سعدي ويا كبدي. تمنيت نموت ولا نشوف الهزيمة. زهدنا يا وليدي اللي كان عرفوه كله خدمناه، لكن هاد السمسام مع حكماء عظام. احنا عملنا باب النيران وهما عملوا باب النيران، لكن يا سعدون هما عدد رجالهم فايت رجالنا عشرات ديال المرات. اللي مات منهم ما كيبان، وحنا اللي ضاع كيخليهم كانوا. انا فارك يا سيدتي عاقلة، شوفي لي دواء يعالج جراحي. انا يدي مبطولة بالضربة اللي صابتني، داويني. انا بغيت نموت وسط الميدان، بغيت نخرج نساعد ميمو الهجام اللي هو وحده وسط المعركه. ضمنهور الوحش مات وسابق ثلاث معتقل، وميمو اللي لولا باعه الطويل وبطولته اللي مالها متيل لو كان الان دست الخيل. الدواء اللي عندي يا سعدون هو اللي عملت لك، ولو كان في الامكان غيره لو كان قاع ما تخليت عليك. ثم انا على يقين باللي هذا الدواء غادي يشفيك. خذ يا ولدي، زيد شرب منه شويه هاك. بسم الله. مازال وصلنا الجبال الحمر يا سيد الحكيم؟ مازال يا دمر مازال. بعد ايام قليله نوصلوا لها يا ولدي. واش فعلا هي جبال حمر؟ نعم هي فعلا جبال حمر، لكن فيها مدينه صغيره مسكنينها غير اعظم حكماء العالم. هناك احنا عندنا اصدقاء واحباء. والاعداء اللي احنا هاربين منهم ما يقدروش يوصلوا هذه الجبال؟ لا يا ولدي، وحتى الى جاوا هناك تبقى جثتهم وتزهق ارواحهم. يا ريتهم يجي ويتبعونا الجبال الحمر. شنو يجرى لهم يا سيدي؟ العذاب اللي ما بعد عذاب، والشقاء اللي ما بعد شقاء. جاء زحل يجيو. سامع الغلام كيفاش رجع من عباد زحل متحمسين. نعم. غادي ندوزو من فوق هذا الجبل يا سيدي؟ نعم. وهاد الحافة يا مولاي؟ الحافة مالها الحافة؟ لا تشوفش فيها وما يجرى لك والو. يا سيدي محال، واش انا نقدر ندوز من هاد الحافة؟ غمض عينيك وخلي الحصان يخلف، هو اللي غادي يدوز ماشي انت اللي غادي تدوز. كيف ندير يا سيدي؟ ننسى عقلي ونعمل ثقة في حصان ما عنده عقل؟ انت مصيبة صبتني من جديد، كأنني كنت ناقص همك ونحسك وصداعك وهراجك. قلت لك تبعني، أنا الأول غادي ندوز من هاد الحافة، والمكان اللي نمر منه أنا غادي يمكن تمر منه أنت كذلك. ها اللي ما بغينا يا سيدي، هاد غادي يمكن هي اللي أنا خايف منها. أنا بغيتك يا سيدي توعدني باللي غادي ندوزو بلا ما يوقع لي والو. طيب أنا كان وعدك ما يوقع لك والو. شكرا. إوا دابا ما عندي ما نقول، ندوزو. يلا تبعني. سيدي دويزان. سيدي دويزان. شكاين ثاني؟ لي بكليمة. تكلم. أنا فعارك يا مولاي، أنا فعارك نعت لي الطريق اللي توصلني لمدينة يثرب. أرجع في حالي. أنا ما قد على موت فوق الجبل. أنا ما عنديش معدن من الموت ديال الجبل. جبن خواف. هذا هو الحق يا سيدي، خواف وربع، خواف ونص. اللهم خواف عايش ولا مغامر وما كاينش في الدنيا.
عاد قلتي لي هذه 3 ايام باللي انت اكره موت عندك هي تموت بالنار، والان رجعتي كتقول باللي اعدى موت عندك هي تموت من فوق الجبل. يا سيدي على كل حال، على كل حال يا سيدي، اكره موت عندي هي الموت وخلاص. انا ما باغي موت، انا مازال ما بغيت موت، ما عندي غرض بموت، صدقني يا مولاي. طيب انا غادي نربطك بحبل من نصك ونربط الحبل على كتافي، ولا تحتي غادي تبقى متشبط، ها، وغادي انا نجبدك. لا 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 يا همام، لا يا ولا تحتي انت الاول، شكون غادي يجبدك؟ اوه لا لا، ما هنا رياضه، صدقني ما هنا رياضه. اسمع يا رجل، انا راني غبت على اهلي ورجالي مده طويله، سامع؟ ها نعم، غير اما تبعني واما غادي نخليك في هذا المكان ونمشي. طيب يا سيدي، انا فعارك، خليني في هذا المكان نبقى عايش، اللهم نبقى عايش ولا نسقط من هذا الجبل، وتخليني في هذا المكان ميت، صدقني يا مولاي، غير خليني. اها ايه، طيب مع السلامه. مع السلامه. الوداع الوداع. الله خليه يمشي، هو يمكن عنده حد في الدنيا وعمره طويل، ومالي انا حتى بغيت نزيد نتبعو الخطا. واه شبر، او ربما ما كامل حتى شبر وبغاني نمر عليه وبالحصان، وغير هكا ولا هكا وانا راني ليه وحتى اي لا حفا الخساره هذه. لا 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 لا، خليه يمشي. ها ولكن نبقى بوحدي هنايا، وكيف غادي يمكن لي نرجع؟ شكون غادي يوريني الطريق؟ ويلي دوك الاماكن من اش دوزني كلها وحوش واخطار، هالفيل هالسبا هالديب. لا 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 لا، انا الا رجعت يمكن ياكلني شي وحش من الوحوش، وانا ما عندي شي معدة من الموت ديال الوحش. لا 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 لا، سيدي دو يا زال، سيدي دو يا زال، سيدي دو يا زال. اش بيك يا مبسط؟ أرجوك ما تخلينيش وحدي في هذا المكان. عندك زوج حلول ماشي كتر يا مبسط، إما تمر من الحافة كي أنا مر منها، وإما خليك هناك وارجع للأخطار وحدك. طيب يا سيدي، لكن أنا فارك أرجع ولو على الأقل ضربتني بحبل منصي كيف طبقنا في البداية. كنا في البداية، أنا الآن في نهاية المسافة، ما يمكنش نرجع أبداً. أشن المعمول يا مولاي الخالق، ما ينفع إلا قطع طرف من القميص ديالي ونغمض بعينيا ونخلي الحصان يمشي في هاد الحافة. صافي، هادشي اللي غادي نعمل. صافي. فينك يا دهيزان الغالي، فينك يا بدر عزي ومالي، فينك يا ابويا تعرف احوالي، تبكي معايا حظي ومجرالي. خدوا بدر ولدي الاعداء، عاملوه كيف عاملوا عز رجالي، ما عرف حي هو او ميت، ولا فين غبره لعندالي. غاب زوجي وضاع ولدي، وبعد بويا هذا حالي، لما نشكي همي لما نحكي وعدي، شكون بكلامي يبالي؟ النوم هجرني والياس حضني، سلمت امري ليك يا عالي. سيدتي شامة، سيدتي شامة. اش بك يا مرا؟ بلغك الخبر صار؟ شنو؟ سيدي ديوزام رجع، وهو الان وسط الميدان كانه 20,000 من الفرسان، ورجالنا تشجعوا وتقواوا لما شافوا سيدي ديوزام. شنو كتقولي يا مرا؟ اقسم بالله يا سيدتي بلي ما عرفوا الرجال منين ظهر ولا بان، حتى شافوه حامل السيف وكيسيح الله اكبر، فتح الله ونصر. بشرك الله بكل خير يا مرا، وانا عندي اكبر هديه ليكي لكان كلامك صادق.
خرجي طلي يا سيدتي وتشوفي بعينيك. طبعا انا لازم نخرج، لازم نخرج. سيدتي شمع، سيدتي شمع. نعم يا ماسر. بويا جا، جا بويا، جا. هو الان كيطير رؤوس الاعداء. طن طن طن. فينك يما؟ يما يما. نعم نعم يا ماسر. بويا جا، بويا جا. شفتي اللي قلت لك يا ماسر؟ قلتها لك يا، قلتها لك يا ماسر. الله. يما اجي معايا تشوفي شنو كيعمل في الميدان. طيب يا ولدي خليك انت هنا وانا غادي نطلو نشوف. لا ابدا، انا جيت نعيط لك باش ما نحرمكشي وبغيتي تحرميني. انا في عارك يما، ديني معاك. طيب يا ولدي، لكن يديك دائما في يديها. واخا يما، يلا. لا يضرك يا سيدي دويزن. ميمون، ميمون، حياك الرحمن يا زين الفرسان. حياك العلام يا ميمون الهشام. الآن انتهى الأمر وقربت نهايتكم يا أعداء الله. دويزن وميمون في الميدان، يا ويكم يا أعداء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لعين دويزن عدبان عاد ظهر في الميدان، وكأنه يا مولاي 20,000 من الفرسان. يا ويله، جيبوا حصاني، هذا هو المطلوب من هذه المعارك كلها. أنا بغي نقطعه بسيفي يا مولاي. لكن ويلك يا وغد، قلت لكم جيبوا حصاني. أنا لهذا الجبار نخلي عبرة في كل أقطار. حاضر يا سيدي. الله برق هذا يا لطيف، الرجل كان واقف معايا حتى نقص دار ودخل في وسط المعركة. يا لطيف يا لطيف، شنو عامل فيهم؟ وطرني ما سهلش. يا هاد صاحبي، هذا هاد صاحبي، هذا بطل. وبالحق لو كان ما كان بطل بيكون صاحبي. صاحبي انا لازم يكون بطل، انما انا والله من وراء هاد الصور ما انا مقلة، ما ناشي مزازة حتى تسالي هاد الحرب. انا رجل ماشي ديال الحروب، انا رجل مو بسيط. هي مو بسيط، خصني نصدق نفسي بلي انا مو بسيط. شايفه يما؟ شايفه؟ نعم شايفه سيدتي شمع، شايفه. نعم يا منيه النفوس، شايفه. صغرتي صغرتي حتى يشعر اننا معاه وشايفين بطولته. صغرتي يا منيه. فينك يا دويزن؟ أنا الصمصام صاحب أعظم حسام. يا لعين، قدر ما هو قدرك، خذ هذه حربا صدرك. يا رجال الصمصام مات، كفوا على القتال، كفوا على القتال، كفوا على القتال. الحمد لله على سلامتك يا همام. أهلا بالعزيز ميمون. الأعداء كلهم لحوا السلاح وسلموا أنفسهم بعد موت الصمصام حاكمهم. خذوا المنهزمين وعملهم معاملة طيبة حتى نضرف أمرهم. وفين هو سعدون يا ميمون؟ سعدون مجروح يا همام، وسابق الثلاث كان معتقل عند هذا القومان. أما دمنهور وبوهاج عليهم أفضل الرحمات. الله، مات بوهاج ودمنهور. نعم، الله أكبر. هنيئا لك يا سيدي الهمام، هنيئا لك. انا مسرور بهذا النصر، صدقني فعلا انا مسرور. يا سيدي ميمون، هذا رفيقي الطرطار من مدينة تريب.
اسمه مبسط. أنا فعلا اسمي مبسط. أهلا بك يا مبسط. أهلا 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 أهلا, أهلاً, أهلاً. وأنت شكون يا طويل القامة؟ أنا ميمو الهجام. يا مولاي يا مولاي. هذا أكبر جبان وأكبر خواف شافت عيني يا ميمون. على كل حال يا مولاي، أنت متعوب بالأصفار ثم بالحرب مع قوم الصمصام الغدار. تفضل، الأهل والأحباب في انتظارك. شام دو يا زين. شام اشتقت نشوفك والله يا أعز الناس. الله شامة مالك؟ ليش هالبكاء؟ هذا يوم اللقاء وتستقبليني فيه بهالبكاء. لا، هو بكاء الفرح يا مولاي. عمر بكاء الفرح ما كان بهالشكل. لا يا شامة لا. عذرني عذرني يا سيدي. طيب. وفين بضر؟ بضر أنا اشتقت نشوفه بعد هاد الغيبة الطويلة. فينو يا شامة؟ شامة مالك يا شامة؟ فين بضر؟ ضاع ضاع بضر يا دياز. ضاع ولدي ضاع؟ بضر ضاع يعني مات؟ جاوبي يا شامة جاوبي. لا لا، سرقوه، خدوه خدوه أشقاء إبليس قرديون وسقرديس. خدوه بدر. أنت متأكدة يا امرأة من الشي اللي كتقولي؟ خدوه بدر. لا. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات إذاعية المغربية. يا ويلهم علي بحصاني. لين يا مولاي. وما زالك تسألي لين للبحث على بدر. لكن لما ترتاح يا مولاي. نرتاح نرتاح، كيف يمكن نرتاح وولدي بدر بين يدي الأعداء؟ والله جل جلاله باسط الأرض رافع السماء، لا أنا مرتاح ولا عارف راحة إلا بعد ما نخلص بدر. دو يا زين دو يا زين دو يا زين. عشتم لحظات شيقة أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من مسلسل الأزلية، سجلها عبد الرؤوف بالأحسن، تشخيص دو يزن محمد حسن الجندي، ميمون العربي الدغمي، برنوخ محمد الغربي، سقرديون حمادي التونسي، سقرديس الهاشمي بن عمر، عاقلة حبيبا مذكوري، شامة فاطمة بن مزيان، مونية نعيمة المشرقي، الصياد الأول فهمي عبد السلام، الصياد الثاني زكي الهواري، سعدون محمد أبو الصواب، المبسط الواريد محمد، الصمصام بن عبد الله الجندي، الحاكم سعيد الزياني، القائد محمد الوفائي، بدر مراد الوفائي، مصر نبيل الغربي، الكاهن محمد عاطفي، بمشاركة محمد بوحولة، محمد بن مسعود، مصطفى الرباطي، محمد القدار، فايزة برنيشة. شعار المسلسل عبد العاطي أمنة. الأزلية مسلسل في حلقات يكتبه ويخرجه محمد حسن الجندي. يدا يا زنياهما ألف تحية وسلام، يدا يا زنياهما ألف تحية وسلام، يدا يا زنياهما ألف تحية وسلام، يدا يا زن يا همام ألف تحية وسلام.